مرحبا رابع، كيفكم؟ اليوم بدنا ناخد الدرس الأخير بالوحدة هاي، وهيك بيكون هذا آخر درس معانا لليوم. وبعد هيك رح نعمل حصص إن شاء الله مراجعة. درسنا اليوم اسمه التجربة العشوائية. بدي إياك قبل ما نبلش هذا الدرس تفتح صفحة 55 وتشوف، تسأل حالك هذا السؤال، تشوف الشكل وتسأل حالك هذا السؤال. الشكل هذا تسأل حالك، هل يمكن أن يتوقف مؤشر الدوران على اللون الأسود أو لا؟ سؤال كثير بسيط، بس تجاوب عليه بدي إياك تعرف شغلة. مصطلح جديد اسمه التجربة العشوائية. إيش يعني تجربة عشوائية؟ هي تجربة أنا بقدر أعرف شو نواتجها، إيش ممكن يطلع معي نواتج قبل ما أنا أعمل هاي التجربة. بحط في بالي إيش ممكن يطلع معي نواتج، لكن ما بقدر انا احدد اي ناتج ممكن يطلع معي الا بعد ما اعمل هاي التجربه. شوفوا هذا المثال، وهذا مثال مهم. لما انا اجي ارمي قطعه سوري حجر النرد، ايش ممكن يطلع معي نواتج؟ في عندي مصطلح اسمه النواتج الممكنه. فهلا النواتج ممكن تطلع معي اما واحد، اما اثنين، اما ثلاث، اربعه، خمسه، سته. فهاي بسميها نواتج ممكنة. هلأ الحادث بتجزأ لأكثر من جزء، اللي هو ثلاث أجزاء، إما حادث مستحيل، إما حادث ممكن، إما حادث مؤكد. هلأ الحادث المستحيل يعني نتيجة مستحيل إنها تطلع معي لما أنا أجي أرمي حجر النرد، عندي ظهور العدد سبعة عند رمي حجر نرد منتظم. أما الحادث الممكن يعني ممكن إنه تطلع معي هاي النتيجة، انه تطلع معي الرقم 3 لما انا ارمي حجر النرد. الحادث المؤكد انه اي نتيجة بدها تطلع معي رح تكون اما 6 اما اقل. تعالوا نشوف حل التمارين. اكتب جميع النواتج الممكنة للتجارب العشوائية الاتية. لما انا اجي ارمي حجر نقد حجر سوري مش حجر نرد قطعة نقد، ماشي، لما اجي ارميها ممكن تطلع معاي خيار اما صورة اما كتابة. لو جبت هذا الشكل واجيت لفيت المؤشر، الخيارات اللي ممكن تطلع معاي مثلا ممكن ادريان يجي يعمل هاي التجربة يطلع معاه واحد، تيم يعملها ممكن تطلع معاه اثنين، اما تولاي ممكن يطلع معاها ثلاث، جليل ممكن يطلع معاه اربعة، جسي ممكن يطلع معاها خمسة، حمزة ممكن يطلع معاها ستة، رانيا ممكن يطلع معاها سبعة، ورهف ممكن يطلع معاها ثمانية. هلأ لو جيت أنا رميت حجر النرد وعملت هاي التجربة، مثلا إجا سعيد طلع معاها الرقم واحد، أما سلمى طلع معاها الرقم اثنين، أما سليمان طلع معاها الرقم ثلاث، أما شيموني طلع معاها الرقم أربعة، عمر طلع معاها خمسة، وغزل طلع معاها ستة. فالنواتج من واحد إلى ستة. هلأ في تجربة سحب كرة بطريقة عشوائية من علبة بتحتوي على مجموعة من الكرات، هاي العلبة بتحتوي مجموعة من الكرات، رح أستخدم اللون إما الأخضر إما الأصفر في تلوين الكرات للتعبير عن الحادث الناتج في كل مما يلي. هلأ أنا بدي أستخدم اللون الأخضر والأصفر عشان يطلع معاي الحوادث.